مساء الخير جميعا. بداية أكيد كل شكر وامتنان إلى هذا الصرح الرائع الجميل اللي اعتدنا أن نكون نشارك في حفلاته، خصوصا في هذه المناسبة الرائعة اليوبيل الفضي، واللي إلي شرف أن أكون دائما متواجد في المهرجان اللي أسست الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني. بدون شك امتدادا إلها استمر المهرجان بشكل أيضا رائع وتميز دائما أن يستقطب كل الفرق الجميلة. فأكيد نحيي الدكتورة إيناس الرائعة والدكتورة جيهان أيضا. راح نقدم لكم اليوم وجه جديد للمقام العراقي، مثل ما سمعتوا هذا باستهلال لمقام الخنبات. حبيت هذه السنة أن أقدم شيء في صميم تراثنا العراقي، وأن أستضيف أيضا ضيفة جديدة ريتا ويليام، راح تسمعنا بعض البستات والأغاني العراقية إن شاء الله تنال رضاكم. وباسم هوار على الجوزة، من احنا نسميها الجوزة، هذه الآلة هي الربابة، كونها هي تصنع من جوز الهند. والزميل رغيد ويليام على الناي، وصديقي العزيز من مصر ضيفنا دائما أيمن مبروك. مروا علي الحلوين
روا علي الحلوين وعذبوني بنظرة تهيم الروح بيها رماني. مروا علي الحلوين وعذبوني بنظرة تهيم الروح بيها رماني. مروا علي مروا علي مروا علي مروا علي مروا علي الحلوين وعذبوني. مروا علي الحلوين للراحل ناظم الغزالي.